نتجه الآن إلى وضع إجراءات جديدة تتعلق بتأمين السياح الأجانب جنوب الوطن، وذلك عبر تكليف الوكالات السياحية بهذه المهمة أو شركات خاصة في الأمن، بعد أن أكد الوزير الأول أن المصالح الأمنية أرهقتها هذه العملية. التقرير لمحمد بومتشو. بالنسبة للسياحة، أنت تظن الدركي أو مصالح الدركي التي غير باش يوصلوا السواح يجوا، مش خدمتهم، عندهم اشياء كثيره يقوموا بها. تأمين السياح الأجانب في الجزائر أصبح يرهق الدولة، خاصة تنقلهم بالجنوب الكبير، أمر جعل الحكومة اليوم تبحث عن حلول ومقترحات بديلة تخدم السياحة وتضمن أمان السائح بالجزائر، خاصة في ظل الظروف الأمنية المحيطة. يجب التعاطي مع المؤشرات الأمنية وفق ما يضمن كذلك للسياح الراحة والإقامة كذلك الآمنة بالجزائر، وهذا يتطلب كذلك جملة من المعطيات وجملة كذلك من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة الجزائرية بالشركاء المتعلقين بالوكالات والقطاعات السياحية. الوكالات السياحية والتي ستتحمل مستقبلاً عملية تأمين السياح الأجانب وتنقلاتهم بالجزائر خطوة تراها جديدة في القطاع السياحي، إلا أنها لا تكفي لتطويره. بالنسبة للإجراء يعني حتى نفهموه مبدئيا كيف راح يمشي، ولكن المحتمل أنه الإجراءات الإدارية هي اللي راح تكون ممكن شوية صعبة، هي اللي تعطل الأمور. يعني في غير ذلك فما نشوفوش يعني باللي ممكن حاجة صعبة جدا ولا. الجزائر ورغم امتلاكها لمقومات طبيعية في القطاع السياحي ووضع أمني مستقر، إلا أنها لا زالت تصنف كأضعف الدول عالميا في استقطاب السياح الأجانب. معنا عبر الهاتف محمد صلاح نائب رئيس جمعية الوكالات السياحية بثمان راست. صباح الخير، مرحبا. صباح الخير، اهلا وسهلا اخ هارون. طيب، فيما يخص هذه النقطة، الوزير الأول يقول أن المصالح الأمنية أرهقتها يعني الخرجات مع السياح الأجانب، ويطلب حلول من بينها الوكالات السياحية تنظم أنفسها، تكون يعني مختصين في تأمين السياح الأجانب. ما رأيكم في هذه الحلول؟ اولا شكرا للاخرون وشكرا لقناة نهار على اهتمامكم بهذا القطاع يعني الحساس في المنطقة. خاصة شوف، بعد زيارة اللي قام بها السيد الوزير الاول مؤخرا لمدينة طمن راست واللي تطرق فيها يعني المشاكل اللي يتخبط فيها قطاع السياحة، نحن هذا المشكل هذا نرجعك شوية للتاريخ برك، عندها واحد 17 سنة عندما يعني بغينا نعود لانطلاق موسم السياحي سنة 2000 بعد العشرية السوداء سنة 2000، بعد اللي تولى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آنذاك الرئاسة، العهدة الأولى نتاعو أشار في الخطابات الأولى آنذاك بعد المحروقات الفلاحة ثم السياحة. هذا أدى بنا وشجعنا باش نعاودوا يعني تحيو السياحة في الجنوب. نحشو السيارة. وهذا المشكل تطرح سنة 2000 على مستوى العاصمة، يعني يكون هناك يعني تأمين السياح وتنقلات السياح عبر المناطق السياحيه، يكون يعني سوليزاسيون سيكوريتي معهم، يعني طيب. اعوان الامن يتحركوا مع هنا. هذا المبدا رفض انذاك، رفض انذاك في طاوله الحوار اللي كان مع المسؤولين على مستوى العاصمه، وتوصلنا الى تامين المناطق السياحيه. تامين المناطق السياحيه اللي نشطوا فيها الوكالات السياحيه عبر التراب يعني بين مدينه طمن راس ومدينه جن، انها تتامن عن طريق يعني دورات مبرمجه اثناء يعني الرحلات، اثناء تاريخ الرحلات السياحيه. طيب. في الجنوب، ونعطيك يعني شوف كمثال دوك مدينه جن فيها سياح يعني مؤخرا سنه 2017 فيها سواح اجانب يتوافدوا على مدينه جن ويزوروا مناطق سياحيه، ولكن بدون مواكبات للامن. هذه الاماكن لكن هذه الاماكن مؤمنه، هذه الاماكن. نعم، هذه خطر على واش؟ خطر عندنا احنا على مستوى مدينه طمن راست، عندنا يعني كنا من قبل وهذه نتاسفوا عليها هنايا مؤخرا ولا تناقشنا من قبل، كنا يعني في كل بدايه موسم سياحي يكون يعني لقاء خاص بيننا وبين الوالي والخليه الامنيه للمدينه. طيب. ولايه طمن راست.
نديروا لقاء وندرسوا برامج الرحلات السياحيه وندرسوا المناطق اللي رايحه تكون فيها نشاط سياحه. هنايا السلطات المحليه بما فيها الامنيه هي تقوم بالواجب نتاعها وتامن المناطق السياحيه. طيب سي صلاح، الامر الذي افسد ما افسد الامور هو اختطاف عدد من السياح الاجانب. انت تعرف القصه قبل اعوام جنوب الوطن، والامر اضر بصوره الجزائر في الخارج. الجزائر أنت تعرف لا تفاوض إرهابيين، يعني أمر أضر بالسياحة في الجنوب وبصورة الجزائر أمام الدول الأخرى في الخارج. يعني أين الحل الآن؟ نريد أن تكون عندنا سياحة متطورة جنوب الوطن، لكن الخوف من الأوضاع الأمنية، وأنت تعرف ما يجري على الحدود. شوف يا أخي، في هذه النقطة هذه التنسيق بين الوكالات السياحية والجهات الأمنية على المستوى المحلي اليوم راه هو لا ضروري جدا. قبل بداية احنا اليوم عندنا قبل بداية أي رحلة سياحية نقوم بتبليغ الجهات المعنية هنا بوفد السياحة بقائمة اسمية لكل السواح اللي راهم رايحين يتوافدوا حوالي 72 ساعة قبل لا يجي الوفد السياحي هنا، ونبلغوهم كذلك كل تحركات السياحة نتاعهم يعني حسب المنطقة اللي رايحين يزوروها يوم بيوم. وهذا من واش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى يعني تنسيق بين التكثف، يعني التكثف بالامن نتاع السواح في المنطقه السياحيه اللي راحين يزوروها. اليوم الوضع الطارئ اللي راهو في الحدود الجنوب نتاعنا هنايا الشاسع، احنا نتقبلوه هذا الوضع، نتقبلوه، وهذه مرحله فائته. هذه مرحلة فائتة، بصح ما يمنعناش باش رايحين ننشطوا، ما نشطوش يعني في المناطق السياحية اللي راهي تقرب ياسر للحدود للدول المجاورة، وإلا ما عندنا كما منطقة أسكرم، منطقة أسكرم راهي في قلب الهكار. منطقة أسكرم هنا ما تتحركش لها لو ما ماشي مع مواكبة أمنية. وعلى بالك تعود مواكبة أمنية، كي نقارن لك أنا بين مدينة طمنراس ومدينة جانت، مدينة طمنراس فيها مواكبة أمنية، مدينة جانت ما فيهاش مواكبة أمنية للسواح الأجانب. هذا راح يعيش السائح باش أنه يعني الأمن ماهوش مستتب. كيشوف معاه مرافقة أمنية يعني تقترب منه ياسر يريح يتحرج شوية، يتحرج السائح الأجنبي. وهذا ما يخدمش يا خاطر احنا على واش كيقولوا اليوم السياحة راهي مستقبل الاقتصاد تاع البلاد، راه في السياحة أكثر من المحطات، يعني السياحة راهي اقتصاد يعني كما نقولوا احنا داء. وصلت الفكرة سيد محمد صلاح نائب رئيس جمعية الوكالات السياحية بثمن راسد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية. إلى شأن